رسالة لكل خائف، لكل مضطرب، لكل إنسان قد ضاقت عليه الدنيا بما فيها. يا أيها المزمل، زمل قلبك، قم الليل إلا قليلا، لن تجد شيئا يخفض اضطراب قلبك وينزل عليه السكينة ويثبتك في الفتن مثل قيام الليل. يقول ابن القيم رحمه الله: أجمع العارفون على أن أصل الثبات هي عبادة الخلوات، وأصل الانتكاسات هي ذنوب الخلوات. من بين ملايين البشر قمت فقلت يا الله أولا يثبتك الله، قمت ولو لنصف ساعة وبدأت بالصلاة، يا حبذا عينان في غسق الدجى من خشية الرحمن باكيتان، ذكرت ذنوبك فبكيت، ذكرت شوقك إلى الله فبكيت، ذكرت شوقك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبكيت، ذكرت ما أعد الله في الجنة فبكيت شوقا، وذكرت ما أعد الله في النار فبكيت خوفا، كل هذا يبكيك. ذكرت ما حل بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها فبكيت، ذكرت هموم الأمة فبكيت، ذكرت والديك فأشفقت عليهما فبكيت، فدعوت الله وقلت يا رب. أما يجيب المضطر إذا دعاه؟ قال الله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع فكنت أنت منهم. قال الله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون فكنت أنت منهم. حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، يعني من لم يقم بهذه العشر آيات كتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. وما أحسن عبد حاله مع الله إلا وأحسن الله سبحانه وتعالى أحواله مع الناس. وما أصلح عبد آخرته إلا وأصلح الله له دنياه. وما أصلح عبد سريرته إلا وأصلح الله سره وعلانيته. أصلح ما بينك وبين الله.